خضر بهدل قولة عمه خميس. فعمه خميس دخل عليه وقال له مش هتلاقي حاجة عندي. قال له طب كويس انك عارف يا خميس. قال له خميس كده حاف، ده انا ما شفتكش من يوم دفنة ابوك. قال له الحاجة فين؟ نصار شايل الحاجة معاك هنا. قال له اديك دورت ما لقيتش حاجة. قال له اكيد هو قايل لك مكمرها فين. قال له يعني لو هو قايل لي انا هقول لك ده بعدك سنين طويلة ما تجيش تسأل على عمك ولا تطل عليه، ويوم ما تيجي تيجي في مصلحة. قال له جاي لمصلحة حبيبك، اللي بيعمله نصار غلط وهيزعلني جامد. قال له ربنا ما يجيب زعل، انت اخوات. وبعدين كلمه ولا فالح بس تغفله وتدور من وراه؟ قال له نصار غفلنا كلنا، قال طول عمرك غلاوي، فاكر لما كنت انت ونصار بتنزلوا معايا البحر كان نصار يتعلم منه ويصطاد وانت تخبطه علشان تبان انك انت اللي كسبان؟ انت زي ابوك بالظبط، لسه زي ما انت ما تغيرتش. قال له كويس انك فاكر وفاكر اني بخبط وبطلع كسبان في الاخر. قال له نصار هيخسرها في الاخر بس بمزاجه. قال له سلام يا خميس. خميس حاف كده من غير عمي. خضر قاعد مع امه سترة وبتقول له لما عيسى الوزان يديني 1,000,000 جنيه ربط كلام يبقى الحاجة اللي الافندي اخوك مكمرها تعمل لها كام؟ قال لها ولا 100,000,000 على الاقل يا امه. قالت خلينا ورا الموضوع ده ونتفرغ له، البنت عارفة كل حاجة. قال ازاي؟ ده احنا حاولنا ان احنا نقررها طلعت ما تعرفش حاجة. قالت لا خليك وراها هي دي المفتاح. قال لها طب والقتيل؟ قالت واحنا مالنا؟ قال لها ازاي؟ ده هيتلط فيها نصار وممكن يجرجرنا كلنا معاه. قالت له اول هام خليك مع عيسى الوزان وحاول تكسبه في صفك، عيسى اللي هيكسبك اخوك لا.